بإمكاني أنا أكون، وبرعاية الملكة رانيا العبد الله بدأت فعالية هذا المعرض الذي انطلق من الأردن ليحل ضيفاً على لندن حتى 20 من الشهر الجاري. أنا مشاركة في معرض أنا أكون الذي يضم أعمالاً لفنانات من الشرق الأوسط ويعرض في منطقة سان مارتن إن ذا فيلد في ترافالجر سكوير. هذه بعض من لوحاتي التي سميتها بعض من ذاتي على غرار قصيدتي أغنية من ذاتي للشاعر الأمريكي وولت ويتمان. المعرض الذي يمثل لافتة تعريف بالفن النسوي في الشرق الأوسط ينهض على تحدي الصورة النمطية الغربية حول المرأة في المنطقة العربية. هذه لوحتي هي جزء أو واحدة من سيريال من أسميهم ذاكرة البيوت أو المساكن. اشتركت فيها طبعاً، ابتدت في الأردن والحين وصلت في المعرض الحالي في لندن. بمشاركة 31 فنانة معاصرة قدمنا من مختلف دول الشرق الأوسط، حاول المعرض مقاربة التجربة النسائية الشرق أوسطية من خلال أعمال فنية تتورط مع معطيات مختلفة من واقع الأنثى في المنطقة العربية. المعرض بدأ في الأردن وبعد لندن سينتقل إلى الولايات المتحدة، حيث ستتاح رؤيته من قبل الآلاف، ولذلك فنحن متحمسون جدا لأنها فرصة رائعة للفنانات من الشرق الأوسط لإيصال أصواتهن. أنا أكون الذي يحتفي بالعطاء الفني والإنساني الموصول للمرأة عبر تاريخ الشرق الأوسط ينطلق قريباً إلى واشنطن ليكسر حاجز الصورة المسبقة ويمد جسر سلام ثقافي بين الشرق والغرب.